السلام عليكم طلاب، محاضرتنا اليوم هي عن الكوليسترول تيست. شنو الكوليسترول تيست؟ يعني اختبار نسبة الكوليسترول بالدم العفو. الكوليسترول هي نسبة الدهون اللي تكون بالدم. طبعا ايضا اكو نسبة من الدهون بشكل طبيعي بالدم، لكن ارتفاعها او انخفاضها راح يسبب لنا امراض. هالشيء انتم تعرفوه، اكو كثير من عوائلنا ايضا يقول لك انت عندك ارتفاع. طب ارتفاع عشان ممكن يسبب هواي من الامراض، اللي قسم من عندهم يكون متعلق بالقلب، ممكن يسبب تصلب للشرايين، انسداد بيهم، وهكذا ممكن يسبب لنا حتى تجلطات تصير ايضا. فلذلك نسبة الكوليسترول بالدم مهم انه نحافظ عليها ضمن الرينج الطبيعي. زين، هل كل الكوليسترول هو ضار؟ لا ماما، مو كل الكوليسترول ضار. اكو 3 انواع من الكوليسترول، وهي هاي دنسيتي ليبو بروتين ومختصرها HDL، واللو دنسيتي ليبو بروتين مختصرها LDL، والفيري لو دنسيتي ليبو بروتين ومختصرها VLDL. كل نوع من عندهم الى يعني شيء معين، الى وظيفه يقوم بها. ال HDL هو هذا يسمى بالجود كوليسترول، اللي هو شنو؟ الكوليسترول الجيد، لون السبته جيده، هذه مو هي اللي تسبب لنا مشاكل بالصحه. ال LDL هو الباد كوليسترول، وال VLDL هذا هو المسؤول عن نقط الجزيئات بالدم. زين، هنا احنا قلنا انه الكوليسترول لازم نحافظ عليها نسبتها ضمن رينج معين. زين، شلون نحافظ عليها؟ المفروض انه نسوي فحوصات دوريه بحيث نحدد على نسبه الكوليسترول بالجسم. يعني احنا طبعا هالشيء قله ما يطبق عندنا بالعراق، يعني المفروض انه الانسان يسوي فحوصات دوريه بحيث يحافظ على صحته، مو الا هو يتخربط ويتمرض، يلا يروح ويصير عنده جلطه لا سمح الله، او يصعب عليه التنفس، وبذاك الوقت يلا يروح يسوي فحوصات. لا، المفروض انه انا اسوي فحوصات حتى اول ما اشوف عندي مشاكل او بدأت ترتفع النسبة انا الحق اسيطر عليها بعلاج معين او بنظام غذائي معين حسب اللي راح يوجهني بيه الطبيب. زين، شو وقت هاي الفحوصات الدورية؟ كلش وقت تكون هنا انا ماما، هاي الفحوصات الدورية ما تكون ثابتة للكل، يعني مو اني وانت نفس الوقت المفروض اسوي فحوصات، وطفل عمره 5 سنوات ايضا نفس الوقت، هو رجل كبير بالعمر عمره فوق 65 سنة نفس المدة. لا، اكو محددات معينة تحددها كلش قد انت تسوي فحوصات دورية. مثل من هاي المحددات؟ اول محدد هو محدد العمر، ثاني محدد هو محدد مثلا اذا كان هذا الشخص عنده عوامل وراثية ممكن تسبب له يعني تصلب بالشرايين، تاريخ العائلة مالته عنده هواي عنده ارتفاع بالكوليسترول وعنده مشاكل بالصحة نتيجة لهذا الشيء. ايضا ممكن تكون هو هذا الشخص عنده سمنه، فلذلك مرشح انه يكون عنده كوليسترول عالي. بعد شنو ممكن يكون؟ ممكن يكون هو هذا الشخص عنده امراض، فلذلك لازم اسيطر على نسبه الكوليسترول من الارتفاع. اذا كل شخص حسب العمر، هسه راح نقسمهم هذا الجدول. هذا الجدول ماما مهم جدا، اكيد يجي لك بالامتحان. فاذا كان children وما عنده ولا واحدة من عوامل الخطر اللي هي تسمى بالريسك فاكتور، هنا مسويها عوامل الخطر طالق عليها اسم الريسك فاكتور. اذا كان هو تشيلدرن طفل وما عنده ولا عامل من عوامل الخطر، يحتاج انه يسوي فحص مرة واحدة بحدود عمر من 7 إلى 11 سنة، ويرجع يعيده مرة ثانية بين عمر 17 إلى 21 سنة. اذا يسوي فحصين، اذا هو كان ما عنده اي مشاكل وعمره بعده صغير، مرة بين عمر 7 إلى 11 سنة، والمرة الثانية بين عمر 17 إلى 21 سنة. إذا كان طفل وعنده واحد من عوامل الريسك فاكتور، ولتكن مثلا إنه عنده سمنة أو ما تكون سمنة، وإنه ما عنده أحد أو عائلة يعني تاريخ وراثي لإصابة بهذا المرض، وممكن إنه لا مو هالشي يكون عنده أحد الأمراض اللي تخلي واحد يخاف من هالشي، فهذا يحتاج إنه يسوي كل واحد إلى 3 سنوات يسوي فحص ويكرره كل 3 سنوات مرة ثانية. من 1 إلى 3 سنوات يكرر هذا الفحص. زين، إذا كان تشيلدرن أيضا لكن عنده عدد هواية من الريسك فاكتور، ممكن 2 وممكن أعلى، إحنا أخذنا الواحد حطينا له مدة معينة اللي أكثر من هذا العدد، فبعمر 3 سنوات يسوي فحص، ويرجع بعمر 9 إلى 11 أيضا يسوي فحص، ويرجع بعمر 18 أيضا يسوي فحص.
زين. هنا عندنا المان الرجل اللي العمر مالته من 20 الى 45، والمراه اللي عمرها من 20 الى 55. طبعا اكو فرق بين الرجل والمراه بسبب فسله الجسم، هرمونات اللي موجوده بالجسم ايضا تاثر. هاي اكو ديفرنس بين الرجل بين المراه. فالرجل منطينا عمر رينج من 20 الى 45، بينما المراه منطيها عمر من 20 الى 55، وما عندها اي ريسك فاكتور. فكل 5 سنوات يرجع يعيد الفحص مره ثانيه. كل 5 سنوات بعد ما يوصل هذا العمر يسوي فحص مره. زين، الرجل اذا كان عمره من 45 الى 65، والمراه من 55 الى 65، وهم ما عنده اي ريسك فاكتور، فيعيد كل سنه او سنتين يعيد الفحص مالته. اللي بعد 65 رجل او مراه وايضا ما عندهم ولا ريسك فاكتور، سنويا يسوي فحص. هسه احنا اكيد عديتوا واحد من هاي الاعمار، ولا واحد ما عندكم يسوي فحص كوليسترول الا اللي يعني عنده مشاكل لا سمح الله والله يبعدكم عنه، هو اللي مسوي فحص. لكن هسه كثير كثير من عندكم ما مسوي فحص، احنا ما ملتزمين بهالشيء. هاي بالدول الاجنبيه يطبقون هذا الشيء، احنا عندنا يعني كلش هاملين الصحه بصراحه. المفروض انه واحد يسوي فحص وحسب هاي الجداول. عادة ماما الفحص مالت الكوليسترول، أتمنى إنه يكون الجدول السابق واضح. هسه نجي على فحص الكوليسترول. أريد أفحص نسبة الكوليسترول بالدم. شوف هاي الورقة، ممكن تشوفها وتقول صعبة شنو هاي كلها. أنا أعطيت لكم إياها حتى تعرفوا شلون تجيك. هذا الفحص يجي بشكل كتات، من تاخذها تجيك المواد اللي تحتاج تشتغلها بعلب، ويجيك وياها شيت. هاي العلبة، هذا الشيت هو الموجود امامكم. انا انطيتك الشيت حتى تعرف شلون تقرا من تريد تشتغل بالمختبر. زين، شنو اللي عندي؟ عندي هذا الجدول. هذا الجدول هو طريقه العمل. هذا الجدول هو طريقه العمل. طيب شنو اللي اسوي؟ اول ما ابدي اخذ انا 3 تيوبات. اسماء التيوبات تكون نفس هاي الاسماء اللي هو البلان والستاندرد والتيست. بالبدايه اريد نتفق انه احنا ال3 تيوبات احط بيهم 1000 مايكرومول من الريجنت. من هذا اول واحد، 3 تيوبات انا احط بيهم 1000 مايكرومول من الريجنت. زين، شلون اسحب ال 1000 مايكرومول؟ ايضا احنا شفناها بالمختبر وعرفنا شلون نشتغل بالمايكرو بايبت، البايبت المايكرويه، انه اني احط احدد الحجم اللي اريده من خلال الارقام اللي موجوده احددها، وبعدها أخذ التبة المناسبة اللي يكون حجمها مناسب، فأضغط ضغطة واحدة هي راح تسحب لي المادة. الضغطة ضغطتين سريعة راح تنزل لي المادة اللي انسحبت بالتيوب اللي أنا أريد أشتغل به. هذا الشيء واضح وأنتم تعرفون واشتغلنا بها سابقا. زين، هسه نجي ناخذ 3 تيوبات. 3 تيوبات قلنا نحط بهن 1000 مايكرومول من الريجنت. التيوبة الأولى اللي سميناها باسم البلانك، هاي التيوبة الأولى اللي أطلقنا عليها اسم البلانك، الغرض من عندها شنو؟ فقط تصفير الجهاز. أرض أصفر الجهاز على هاي القيمة. زين، شنو يعني قصدي أصفر الجهاز على هاي القيمة؟ ماما طلابي، هسا أنا من أجي أوزن على هذا الميزان الطبيعي اللي موزن بيه، وميزان الشخصي الإلكتروني أو حتى ذا كان القديم، دورات من تصعد عليه هو ما مصفر، نازل تحت الصفر أو صاعد 1 أو 2 كيلو فوق الصفر، أكيد ما راح ينطيك الوزن صحيح. نفس الشيء هنا، أنا أريد أصفر الجهاز الامتصاصية عن يمن على الريجنت اللي دا أستخدمه. شنو يعني أصفره؟ أنا راح أحط تيوبة أحط بها المادة وأحطها بالجهاز، وأبدي أغير بالامتصاصية وبالنفاذية وبالطول الموجي. المهم إنه القراءة اللي تطلع لي بالشاشة مات الجهاز تكون صفر. زين، هسه شنو اللي أسوي؟ هاي البلانك ما أضيف إلها شيء ثاني غير بس الريجنت. نيجي على التيوبة الثانية اللي هي تيوبة الستاندرد، أنا عادي ضفت لها 1000 مايكرومول، إحنا اتفقنا كلها ضفنا لها، فهي أصلاً بيها 1000 مايكرومول من الريجنت. هسه شنو أجي أضيف لها؟ أضيف لها 10 مايكرو من الستاندرد، هي اسمها ستاندرد فأحتاج أضيف لها 10 مايكرو من الستاندرد. زين، شلون أسحب 10؟ هاي البايبت اللي بيها التبة الصغيرة اللي تسحب فقط 10، أيضا نفس الطريقة، أضغط عليها ضغطة أولى راح تسحب المادة، ضغطتين سريعة راح تنزل المادة بالتيوب اللي أنا أريدها.
بعد ما أضيف الهشي فقط وضعتين. التيوبة الثالثة اللي هي تيوبة التست، هذه هي من اسمها التست، يعني شنو أنا اللي أسوي لها الفحص، يعني أريد أستخدم السامبل اللي أنا أريده، يعني اللي الدم اللي بي أريد أقيس له نسبة الكوليسترول. زين، شنو اللي راح أحط له هي بالإضافة للرأيين جدا، إحنا اتفقنا إنه إحنا حطينا عن كلهم، فراح أضيف له 10 مايكرومين من السامبل عينة الدم اللي أريد أقيس لها نسبة الكوليسترول بيها. هنا أنا واضح. النقطة الثانية إنه أنا إيش راح أسوي، راح أسوي ميكس مزج للتيوبات اللي موجودة، بعدها راح أسخن مدة، بعدها راح أجي أسخنها مدة التسخين 10 دقائق درجة الحرارة 37 درجة مئوية. شلون أسخنها؟ بحمام مائي، أضبط درجة الحرارة عند درجة 37 درجة مئوية، بعدها أجي أسجل الامتصاصيات بجهاز الامتصاصية مثل ما سولفنا قبل شوية، إنه أني أصفر الجهاز بالبلانك، بعدها أجي أحط بالتيوب الخاصة الستاندرد وأسجل الامتصاصية، أسجل قيمتها عندي بورقة على جنب. بعدها اجي اطلع هاي التيوبات، اجيب تيوبة ثانية نظيفه، اضيف لها المادة تيست اللي هي عينة الدم اللي بيها السامبل اللي انا اريد احدد لها نسبة الكوليسترول بيها، فايضا ادخلها بالجهاز واسجل الامتصاصية قيمة اللي تطلع لي بالشاشة، احطها على جنب عندي بالورقة. هسه اجي اطبق هذا القانون. طلاب، هذا القانون اللي امامكم اللي تشوفوه أني أجي أطبقه. شلون أجي أطبقه؟ الامتصاصية الـ ABSS هذا يقصد بها الامتصاصية، مختصر للأبزوربنس الامتصاصية. زين، الامتصاصية مات السامبل، منو السامبل؟ نفسه اللي سميناه قبل شوية تيست اللي بيه العينة مات الدم، إيش قد طلعت لي القيمة من الجهاز؟ أسجلها مضروبة في 200 ومقسمة على الامتصاصية اللي طلعت لي أيضا من الجهاز، إلما للتيوب الأولى اللي كان بها الستاندرد. القيمة اللي راح تطلع لي من هذا القانون راح أجي أطبقها أقارنها ويا القيم الطبيعية اللي المفروض إنه تكون نورمال هاي بالدم. زين، إيش قد النسبة النورمال؟ تكون أقل من 200، من 200 لل 239 هذا يعتبر بي ارتفاع بسيط، لكن اللي فوق ال 240 هذا يعتبر ارتفاع عالي وهنا يسجل خطر. زين، هسه القيمة اللي طلعت لي من القانون هنا، هاي القيمة تطلع لي منها من القانون، أرجع أقارنها ويا هاي النسب اللي موجودة هنا وأحدد إنه هذا الكوليسترول مالته عالي أو واطي. أتمنى تكون المحاضرة واضحة.